في قرار الحقيقة يعني مبهج، قرر النادي الأهلي تعيين الكابتن مؤمن زكريا نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق مساعدا للكابتن وليد سليمان رئيس قطاع الناشئين. جاء القرار بعد الجلسة التي عقدها الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي والمشرف العام على كرة القدم مع الكابتن مؤمن زكريا في حضور الكابتن وليد سليمان. خبر مبهج جدا لكل الأهلوية، وخبر لواحد من ولاد النادي الأهلي، واحد من المهريين من طراز رفيع، ربنا يشفيه يا رب كابتن مؤمن زكريا، واحد من ولاد النادي المخلصين الحقيقة، يعني اللي على المستوى الفني كان ليه دور وبصمة في تاريخه الكروي سواء مع النادي الأهلي أو مع منتخب مصر، وكمان كان على المستوى الأخلاقي والإنساني هو واحد حب الناس ليه باين سواء وهو بيلعب أو في الوقت الحالي يعني بعد مرضه، لكن نتمنى له الشفاء طبعا كعادتنا يعني، وأحد نجوم النادي الأهلي اللي ليهم بصمة زي ما قلت لحضراتكم، ونتمنى له التوفيق في مكانه الجديد كنائب من رئيس قطاع الناشئين في النادي الأهلي. وهو واضح أنه هو بادئ كارير إداري اتعلم فيه كويس قوي من خلال تدرجه في كذا مكان، قبل النادي الأهلي كان في سموحة وقبلها كان في شركة تذكرتي كمان، فبالتالي هو بقى عنده خبرة إدارية، ودلوقتي كمان رجع لبيته النادي الأهلي، ونتمنى له كل التوفيق إن شاء الله.